مواطنين في محافظة البصرة للمطالبة باستئناف العمل بميناء الفاو الكبير. وقال مراسل الرشيد إن تظاهرة نظمت على كورنيش شط العرب أمام تمثال السياب للمطالبة بالإسراع في إنجاز المشروع الحيوي والاقتصادي الذي سيستقطب الأيادي العاملة ويكون موردا اقتصاديا مهما للعراق. هاي الوقفة بخصوص إلغاء التعاقد مع شركة دايو، وهذا يسبب لنا خسارة وقت مدة سنتين، لأنه مع خروج معداتهم والتعاقد مع شركة أخرى وهذه المؤامرات اللي من دول المنطقة وكذلك الدول العالمية لإلغاء هذا المشروع. أوجه رسالة إلى وزير النقل وإلى رئيس الوزراء وإلى المسؤولين المعنيين أنه يتسابقون كل منهم في وضع بصمة في هذا المشروع حتى تذكر الأشجار مستقبلا. شركة جهال تعمل على عرقلة المشروع، تعمل على إيقاف المشروع. الكل مطلع أن هنالك دول تتضرر من هذا المشروع مثل الكويت، مثل إيران، مثل الإمارات. اليوم إذا تأخروا المشروع راح يجيبون شركة ثانية مثلا أو غير دايو، راح يصير جهد ووقت ويجوز مبالغ أكثر. اليوم شركة دايو على أرض الواقع موجودة، بس إنما أكو ضغوطات خارجية بالنسبة لانتحار مدير الشركة، أكو عليه شبهات، يجوز قتل، يجوز تهديد، ما نعرف. وهسه الشركة نفس الشيء.